بعد الاستفحال الكبير لظاهرة المخدرات واستهلاكها وسط المجتمع وتحولها إلى خطر يطال كل فئاته، بادرت مديرية الخدمات الجامعية منصورة الإمسان إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الطلبة مستهدفة إبعاد هذا القاتل الصامت عن فضاء الجامعة، حيث استقبلت الإقامة الجامعية مليحة حميدو ضيوفها في يوم تحسيسي حول الظاهرة. اخترنا شعار من أجل وسط طلابي خالي من المخدرات لهذه السنة، عرف هذا اليوم مشاركة فعالة للطلبة والطالبات من خلال معارض للصور، من خلال المونولوج، بالإضافة إلى نشاطات أخرى. شاركت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان في حملة تحسيسية المسطرة من طرف الإقامة الجامعية مليحة حميدو بتلمسان، توعية وتحسيس مختلف الفئات في المجتمع. الطلبة من جهتهم شاركوا وحاولوا من خلال إبداعاتهم الفنية أن يتركوا بصمتهم في مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة. اليوم شاركنا بالكلوب اللي هو لي زارتيست، شاركنا ببعض الرسومات والحمد لله وسان غرون بليزير. كفنانة تشكيلية أظن أن الفن يدرس هذه الناحية، لأن الفن يعتبر كعلاج نفسي دائما لأي مشكلة كانت مهما كانت، وبالأخص مخدرات. آفة المخدرات وأضرارها تبقى خطرا يتهدد المجتمع الجزائري وخاصة شبابه، ليبقى الأمل في مستقبل بدون سموم طموحا مشروعا. الذي أصبحت تمثله المخدرات